من الصعب جدا فكرة ان يكون بس مجرد الانتقال والعرف واللي احنا او الاعراف والعادات والثقافات وغيرها من محافظة للتانية ومن كلية للتانية. كان رد الفعل ايه بقى لما بنتكلم هنا من دولة لدولة من قارة لقارة من الاساس؟ هو ما كانش رد فعل، لان زي ما قلنا كان في حاجات بتحصل اللي هو لازم يبقى فيه طريقه. فلما جات لي المنحه، انا الاول خفت، وواحده صديقتي زميلتي في الدفعه قالت لي لو هاله مش هتسافر مين هيسافر، لان هي عارفه ان ده حلمي. فكملت الابلكيشن، وبعدين رجعت لخالتي قلت لها هم هيرفضوا ده قطعا. قالت لي طب نعمل ايه؟ قلت لها بصي انا عندي فكره، وانا اقترحتها مع على عميد الكليه الله يرحمه دكتور عبد الحليم نور الدين، وقال لي هساعدك، لانه انا كنت ساعتها الوحيده اللي خارجه من جامعه الفيوم. يعني في المنحه تقدم لها حوالي 3000 متقدم من انحاء الجمهوريه، واخدوا منهم 11، فانا كنت الوحيده اللي خارجه من جامعه الفيوم. ممتاز. فالله يرحمه الدكتور عبد الحليم قال لي انا معاكي، ولو هم كلموني قلت له هم مش هيجوا بالمنطق، فلازم تبقى في حاجه تانيه. فقلت لهم ان انا هروح لمده اسبوع دمشق اشتغل بحث على المسجد الاموي، بما ان انا كليه اثار، فهيبقوا معايا المشرفه ست واللي رايحين ستات، ويعني تحيا الستات بقى، كل الدنيا ستات. فوافقوا وجم وصلوني المطار، خالتي الوحيده واختي هما اللي كانوا عارفين ان انا رايحه امريكا، وان انا رايحه هقعد 3 سنين على الاقل كتير. هما الوحيدين اللي عارفين ان انتي رايحه امريكا وهتكملي 3 سنوات دراسه انا هناك. بهرب اني هاربه اني راحله. قلت لهم سلام يا جماعه انا كذا وهشوفكم بعد اسبوع. طبعا الاسبوع قعد 3 سنين، وال3 سنين امتدوا لكام سنه كمان بعدها، لاني بعد البكالوريوس جات لي منحه ماجستير في، انا عملت البكالوريوس في جامعه روجر ويليامز في تاريخ الفن وحفظ التراث، وبعدين جات لي منحه ثانيه من جامعه هاواي بمانوا لدراسه تاريخ الفن وحفظ التراث الماجستير. يعني وكملت التنقل ما بين اساليب تعليم مختلفه ومجتمعات بثقافات مختلفة، أمريكا غير ألمانيا غير مصر غير المنوفية غير الفيوم غير أسلوب الدراسة هنا غير هنا، اللي شفتيه في أساليب التعلم في البلدان المختلفة أو الجامعات المختلفة اللي درستي فيها حضرتك؟ أول حاجة كانت فكرة عدم التلقين، هم مش بيلقنوا، هم بيخلوك أنت تشتغل. أول ما رحت، أنا آسفة، أول ما رحت وصلت الولايات المتحده الامريكيه، كان اول حاجه تحدي هو كان حاجز اللغه. انا تعليم عام، تعليم بابليك في مصر، فبالنسبه لي اللغه الانجليزيه كانت كارثه. بس ساعتها كان المشرف الاكاديمي بتاعي فيليب مارشال قعد معايا وقال لي عايزك تتكلمي، انا عارف انك عندك افكار، انا مؤمن بالعقليه المصريه، هو راجل بيحب مصر جدا ودرس تاريخ مصر، قال لي انا مؤمن بالعقليه المصريه وعارف ان انتوا بتتميزوا، أرجوكي كلمي، أرجوكي اشتغلي، إحنا عارف إن النظام التعليمي مختلف، مش هتحفظي وتروحي تكتبي في الامتحان فتطلعي الأولى، لا أنتِ هتشتغلي وتطلعي فكر جديد، وقولي حتى لو غلط. يعني هو ده اللي خلاني فعلاً أحس إن في بيئة تعليمية حاضنة بتخليك تبدع أكتر، حتى لو أنت قدراتك محدودة هو بيقدر يشتغل على إنه ينمي قدراتك. كان دايماً يقولي قولي وأنتِ، يقولي قولي حتى لو أنتِ غلط. طب كده العائق بقى من امريكا كان اللغه الانجليزيه، لما رحتي المانيا بقى العائق اللغه الالمانيه. اتعلمتها يعني اتعلمت صيني في الماجستير، كانت يعني كده حضرتك بتتكلمي كام لغه؟ كده 4. ما شاء الله. جميل ما شاء الله. يعني احنا كده بنتكلم عن عائق في كل يعني دوله حضرتك تواجدتي فيها، ولكن هنا احنا بنتكلم وشايفين الصور. ده بس عائق واحد اللي هو اللغه، يعني ايه تاني عوائق كانت بتواجه حضرتك لكن قدرتي تتغلبي عليها؟ يعني لو حد دلوقتي بيتابع معانا الفقره وعنده طموح من صغر كده زي حضرتك يا دكتوره هاله انه يسافر ويدرس بره وانه يستزيد من العلم، ايه الاساليب اللي يحتمي بيها من قبل ما يسافر عشان لما يروح يقدر يقدم افضل ما لديه؟ حاجتين مهمين جدا. اول حاجه الايمان، ان هو مؤمن ان هو رايح في مهمه وان شاء الله هيكملها، فلازم هي دي يعني تبقى الفوكس الرئيسي بتاعه، ما يجيش بقى ما يعني ما يتشتتش بالامور المحيطه. تاني حاجه التمسك بجذورك. اللي ملوش جذر اي ريح ممكن يعني ترميه بعيد. في حاله بتحصل للناس اللي هي احنا بنقول عليها الصدمه الثقافيه. انا اتعرفت على الترم ده او على المصطلح ده اول ما سافرت،
الانبهار ببره، الانبهار بثقافتهم، بحياتهم، بما يسمى الحريه الغربيه، ده بحد ذاته من اكبر التحديات، ان انت ازاي تقدر تحافظ على اصولك، على جذورك في نفس التوقيت اللي انت لازم تثبت نفسك. ناخد منهم الكويس اللي فيهم، ناخد حته حب العمل، هم بيحبوا الشغل جدا، بس في نفس الوقت ده هيغذي النقطه الاولى، ان انا ابقى مؤمنه بهدفي، فيضاف عليه بقى البعد الخاص بانه اركز على شغلي. بس احنا اصولنا وجذورنا ما فيهاش نقص، انا في حاجات كتيره جدا طلعت بيها من بلدنا، من طملاي، فضلت معايا ولسه معايا لحد دلوقتي، انه في ما ينفعش. اعتقد ده يا دكتور هو اللي نقدر نقول هو الاصل، الجذر اللي حضرتك بتتكلمي عنه او الجذور هو اصل المشروع او محور المشروع، نقدر نقول يعني انجاز التعبير مشروع حضرتك بالنسبه في حياتك العلميه هو اللي احنا عاوزين نتكلم عنه النهارده، مساله مشروع التراث ومحاوره الرئيسيه اللي نقدر من خلالها نوضحه للناس. مشروع التراث هو طبعا يعني ناتج عن الشغل اللي اشتغلته على الارض في مصر، سواء بقى في كليه الاثار ولا بعد ما رجعت اشتغلت بريفلي كده في مصر في قطاع التراث. بس ارتباطنا زي ما حضرتك بتقول بجذورنا هو الاساس. لما تشوف بلد بتحط قوانين تحمي مبنى عمره 50 سنه وبتقول عليه اثر، زي الولايات المتحده، فقوانينهم اي مبنى تعدى 50 سنه هو اثر، وترجع تبص على بلدك. يعني انا فاكره يعني بروفيسور كونر في مره، احد الاساتذه بتوعي في روجر ويليامز، كان بيعرفنا على مبنى فبيقول لي عمره 50 سنه، طبعا ده زي عندكم في مصر زي 6 العصر مثلا. فبقول له ده واحده الظهر كمان مش ستك، انت متاخر. فبيقول لي طبعا ده عندكم، قلت له يا يعني حضرتك انا بيت جدي في البلد اقدم من كده بكتير. بالظبط. يعني لما تشوف ده بلد بتحاول تعمل لنفسها تاريخ، واحنا عندنا كل هذا يعني الارث العظيم، يعني احنا اغنياء بميراثنا، بس احنا عندنا نقطتين مهمين جدا. احنا عندنا فكره الترويج محتاجه دعم اكتر، فكره الحفظ محتاجه دعم اكتر، لانه انك تقدر تحافظ على هويه ولادك واحفادك، انك تخلي لهم هذا الارث قائم ودائم ومصدر دخل كمان. فاللي انا كنت بحاول اعمله عن طريق موضوع مشروع التراث الثقافي في الفضاء الرقمي، انه احاول اعمل فرص اني ادخل كل التكنولوجي الحديثه في ترويج التراث، وفي نفس الوقت يبقى عندي ريفينيوز، يبقى عندي دخل اقدر من خلاله احافظ على هذا التراث. فبالتالي اعمل عمليه حفظ، اعمل عمليه رقمنه، اعمل عمليه ترويج، وتخاطبي عقول الاطفال والشباب باللغه اللي هم بيفهموها دلوقتي، التكنولوجيا. ودي حاجه يعني مميزه، ان اربط بقى تاريخي وثقافتي وتراثي بما هو متاح من امكانيات تكنولوجيه دلوقتي عشان اقدر اقدمه بالصوره اللي العصر بيتطلبها. يعني وده هيخلي فرص الترويج اكبر، ويفتح لنا مجالات كبيره جدا للدخل القومي، يمكن تكون جديده كمان.